ما قدم هو بعض الأفكار التي والمبادرات التي صدرت من كتائب القسام لدراستها، وأعتقد أنها حتى اللحظة هي قيد الدراسة ولم يتم الإقرار فيها. وتهدف هذه المبادرة إلى عودة الأوضاع إلى ما قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، بمعنى فك الارتباط بالسلطة الفلسطينية وإرجاع الواقع الفلسطيني إلى أصله، إلى محتل يتحمل كامل مسؤوليات احتلاله، وإلى مواجهة مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد في حال أقدمت حماس على هذه الخطوة فإنها ستعيد وستبعثر الأوراق السياسية ستبعثر الأوراق في المنطقة. وأعتقد أننا أمام واقع جديد، هذا الواقع واقع صعب ومعقد، ويبدو أن كتائب القسام تستشعر بالخطورة، خصوصا بعد تهديدات الرئيس محمود عباس وبعد إجراءات السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة. وتعتمد حماس في هذه الأفكار وكتائب القسام على مساعدة مصر في احتواء الواقع الفلسطيني وإعادة صياغة مشروع والنهوض بمشروع وطني فلسطيني يكون امتداده ويكون الاعتماد فيه على العمق العربي والعمق المصري. المصالحة الفلسطينية مرتبطة على قرار الرئيس محمود عباس أن يستجيب لمبادرة الرئيس السيسي والذي قدمها والذي يريد بها أن يجمع الأطراف الفلسطينية والتحاور معه. حماس قبلت، النائب محمد دحلان قبل، الجهاد والجبهة الشعبية قبل، وبقي الرئيس محمود عباس يقبل هذه المبادرة ليكون هناك إمكانية. أعتقد الدور المصري أساسي في المصالحة الفلسطينية، ويجب على جميع الأطراف الذهاب إلى مصر والجلوس برعاية مصرية مع بعضهم البعض، والخروج بورقة تفاهمات يمكن فيها تجاوز الانقسام والبدء بمصالحة حقيقية فلسطينية. لسنا مع إحداث فراغ سياسي داخل قطاع غزة، لأن بديل هذا الفراغ هو حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. نحن نرى بأن الحل يكمن بأن تتقدم حماس خطوة للأمام بحل اللجنة الإدارية، وأن بالتزامن أن يقوم الرئيس أبو مازن والحكومة بوقف كل الإجراءات التي جرى اتخاذها ضد قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أخذ دورها وتحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه قطاع غزة. هذا ما يسمح له ويهيئ الجو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع أن تدير الوضع الفلسطيني بكامله في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل توافقي وبشكل وطني. أما إحداث فراغ سياسي وتسليم قطاع غزة إلى المؤسسات المدنية، وهذا لا يحل المشكلة وهذا يعقد المشكلة بشكل أكبر. الحل يكمن بالتزامن أن تحل اللجنة الإدارية وأن توقف الإجراءات ويجري التراجع عنها. هكذا يمكن أن يستوي الوضع الفلسطيني ويصبح بشكل توافقي الكل الفلسطيني قادر على الانتقال درجة أو الانتقال إلى مربع جديد، مربع المصالحة الوطنية ومربع الانتقال إلى إدارة الشأن الفلسطيني بشكل موحد وبشكل توافقي وبشكل نظامي أيضا، ويخرج الحالة الفلسطينية من حالة المناكفة والتجاذب السياسي والمناكفات السياسية باتجاه إمكانية توحيد طاقة شعبنا وقواه لمواجهة التحديات الإسرائيلية التي تواجه شعبنا الفلسطيني. هذا هو المسار، وهذا يمكن أن يخرج الحالة الفلسطينية من حالة الدوران حول الذات إلى حالة الاستقرار والتوافق وإدارة الشأن الوطني الفلسطيني بشكل جمعي وبشكل جماعي باتجاه المصلحة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني. المقترحات المتداولة فيما يتعلق بنقل صلاحيات اللجنة الإدارية سواء لمؤسسات المجتمع المدني أو لأي مؤسسات أخرى، هذه كلها هروب من استحقاق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. الحل الأمثل هو حل اللجنة الإدارية والعودة عن كل الإجراءات التي رافقتها من قبل الرئاسة، وتمكين حكومة التوافق الوطني لتعمل على توحيد كل مؤسسات البلد
وأن تذهب لانتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. أي مقترحات غير ذلك تهدف إلى إطالة الأزمة وهي هروب من استحقاق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هي لن تعالج الأزمة، بل ستعمقها وتلقي كرة النار من حجر حركة حماس إلى حجر المنظمات الإنسانية الأخرى التي لن تستطيع أن تقوم بأعباء غزة الكبيرة والمتفاقمة في ظل هذه الأوضاع.